إذا تسمعوني يعني إن شاء الله هاي المحاضرة الأولى بالكورس الثاني راح نعطيكم إياها. طبعا المحاضرة about the biopsy. البايوبسي هي طبعا العينة اللي تنوخذ وتندز للزرع، زين. طبعا هاي تنوخذ عادة يعني either in open method or in laparoscope or in endoscope. فراح نبدأ وياكم يعني بالديفينيشن مالتها. طبعا الديفينيشن اوف ذا بايوبسي انكلود ريموفال اوف ذا سيل اور تيشو فور اكزامينيشن باي باثولوجيست. ذا باثولوجيست ماي ستدي ذا تيشو اندر مايكروسكوب اور بيرفورم اذر تيست اون ذا سيل اور ذا تيشو. الانديكيشن اوف بايوبسي او الفوائد من البايوبسي بالحقيقه هو يعني ذير از ماني انديكيشن فور بايوبسي. اول وحده يعني to determine the tissue diagnosis where the clinical diagnosis is in doubt مثل تروكات بايوبسي بالليفر for the cirrhosis of unknown etiology and also to determine whether the tumor is benign or malignant and to certain the degree of differentiation اللي هي الجريد. هسه نعطيكم اياها ان شاء الله المحاضره مال التيومر وتعرفون شنو الجريد وشنو الستيج. And also to ascertain the extent of spread, اللي هي stage, and to determine the tissue of origin, and also to determine the different therapeutic pathway, مثل lymphoma, and to know the surgical margin, whether free or not, اللي يسمونها clearance of the margin. The type of biopsy, طبعا هو either cytological biopsy or histological biopsy. Cytological biopsy, including fine needle aspiration cytology اللي هي ال FNA, exfoliative cytology, brush cytology, fluid spin cytology. والهيستولوجيكال بايوبسي ينقسم الى incisional and excisional biopsy. والانسيجنال بدوره يتقسم الى core biopsy, cortage biopsy, open incisional biopsy and frozen section biopsy. طبعا المحاضره هي بسيطه وحلوه ومو ممله. الفاين نيدل اسبريشن اللي هي الخزعه بالعاميه يسمونها سحبه بشكه بسرنجه سحبه وزرع. طبعا هي directly into the lump or the node مثل thyroid nodule و also can be used under ultrasound or CT scan guide. الادفانتج مالتها تكون simple and minimally invasive, cheap, rapid result, easily to be repeated, highly accurate for the diagnosis of palpable mass or radiographically visible lesion. The false positive results are rare. بها ديس ادفانتج مثلا هي تنطينا سيتولوجيكال نوت اركيتكتشرال هيستولوجي، يعني تنطينا سيلز مو تيشيو. اند اولسو تكون بوتنشال فور سبريد اوف مالجنانت سيل. السامبل مي بي انسفيشنت اور اونلي بلاد مي بي اسبيريتد. مي التر ذا مورفولوجي اوف ليجن فور سبسيكونت ايميجينج. ديبيند اون ذا اكسبيرتس اوف ذا سيتولوجيست and maybe operator dependent، يعني تعتمد على اللي يقرأ السلايد وعلى اللي يسويه، لذلك اكو احتمالية ايرور تصير بيها. الاكسفوليتيف سايتولوجي طبعا هذا الشيدنج مال السيل اللي يصير بالمحيط مالتها بالابيثيليوم اللي هو cancer cell that are shed from the surface of the neoplasm arising in the epithelial surface. These cells can be sampled then smeared on a slide for examination. مثل الـ nipple discharge in the pathology. الـ brush cytology by collecting exfoliated cells using a brush from intraluminal lesion. طبعا تستخدم بالإندوسكوب بالـ GIT and بالـ ERCP for biliary pancreatic lesion and bronchoscopically for pulmonary or bronchial lesion. الـ fluid spin cytology طبعا هاي aspiration of a fluid ويندز للزرع مثل البلورال فلويد، السايتيك فلويد، البرونكوسكوبيكلي فور سبيوتم اند فاينالي فور يورين. خاصة باليورثيريال تيومرز. الكور بايوبسي يوزز ا سيركولار كاتينج ديفايس تو ريتريف ا كور اوف تيشو ايذر مانيوالي اور اذر ترايجر ديفايس اللي هي التروكات بايوبسي. يعني از اف ان اي مي بي دايركت اور اندر التراساوند اور سي تي سكان جايد تستخدم بالبريست بالليفر اند بالليمف نود، بس بالثايرويد الكور بايوبسي صعب تستخدم لان سيدنج لان الثايرويد اصلا هايلي فاسكولار. الادفانتج مالتها سمبل وايزلي تو بي ريبيتد
and provide a core of tissue for architectural and cytological evaluation. مو مثل الاف ان اي، هاي تنطينا يعني جروب اوف سيل تيشيو. الديسادفانتج مالتها maybe insufficient sample or may cause bleeding, may be painful or distressing to the patient, and potential for spread of malignant cells, and also may alter the morphology of lesion for subsequent imaging. يعني احتمال تأثر على شكل الورم إذا المريض بعدين راد يستخدم ultrasound or MRI. الincisional biopsy، الincisional biopsy يستخدم من الماس تكون كلش كبيرة وتنوخذ يعني خزعة صغيرة من عندها للزرع، لذلك هي الرول مالتها only diagnostic. لذلك الانسيجنال بايوبسي only a portion or wedge of the lesion is sampled and therefore the procedure is strictly for diagnostic nature. الادفانتج مالتها may be performed endoscopically, laparoscopically or in open method, may be useful when other biopsy technique have failed and performed when the lesion is too big or too fixed to allow the complete excision. Some can still be performed under local anesthesia in outpatient clinic. The frozen section biopsy, طبعا هذا يستخدم intraoperatively جزء من الليمف نود، يعني الليمف نود او جزء من التيومر يندز للزرع، وهذا اثناء فتح بطن المريض ويندز بدراي كونتينر بدون فورمالين للمختبر، يقرا ابو الهيستوباثولوجي على السريع وينطينا الريزلت حتى لو بالتليفون. هاي تستخدم في حالات معينه. فالفريش فروزن سكشن بايوبسي طبعا فريش تيشيو تتخلى ان دراي كونتينر قلنا ان سنت فور رابت هيستولوجيكال اسسمنت وذن 10 تو 15 مينيت دورينج ذا كورس اوف بروسيجر. ذا تيشيو از فروزن ان ليكويد نيتروجين ذن رابيدلي سكشند and examined and the result found back to the theater. تستخدم in a special surgery مثل to assess the operability of the tumor مثل lymph node examination بالpancreatoduodenectomy and to localize the tissue of parathyroid gland during removal of the parathyroid gland and to assess the tumor margin and to assess the malignant status where the preoperative diagnosis is in doubt and more radical surgery may be required. This advantage مالتها هي operator and pathologist dependent، تعتمد على اللي ياخذ البايوبسي واللي يقرا. Occasional false positive and false negative may delay the surgical procedure. آخر سلايد هو الاكسيجنال بايوبسي، عند ما تنشال العقدة كلها وتندز للزرع، طبعا تستخدم for a small lesion وتعتبر therapeutic وديagnostic بنفس الوقت. فلذلك الاكسيجنال بايوبسي the entire lesion is removed usually with LM of normal tissue اللي هي safety margin and therefore the procedure serve both diagnostic and therapeutic function. The decision whether to perform an incisional or excisional biopsy depend primarily on the size of the lesion. The smaller lesion the more logical to take it out completely when the first is encountered. The skin and superficial lesion are usually managed by excisional biopsy also. A resectional biopsy may involve lobectomy, hemicolectomy, or thyroidectomy. هذا كل ما يخص محاضرة البايوبسي، حلوة ومفيدة وبسيطة في نفس الوقت. لازم تعرفون الانديكيشن مالتها، لازم تعرفون التايب مال البايوبسي والادفانتج والديسادفانتج مال كل واحد من عندهن، وإن شاء الله تكونوا يعني استفاديتوا. وأي واحد عنده سؤال أو استفسار I am ready. أسمع منكم. Okay. يلا شكرا جزيلا.